احنا جيت مسرورون بتنظيم هذه الندوه هذه على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمراه. وهذه الندوه هذه اللي حاضرين لها كيف ذكرتوا نقيب المحامين، ذكر الفعاليات اللي كتهتم بالمجال تاع المراه. وهذه الندوه ماشي تكون مسطره في البرنامج ديالها، عده محاور. هذه المحاور كلها كتعلق بالمراه العامله والقوانين التشريعيه اللي مسطره في هذا الميدان اللي تحمي المراه من العنف وتحمي المراه من الاستغلال. وحنا عندنا كسميتو مع الاساتذه والطلبه اللي مساهمين في هذا الندوه، طلبه في العلوم القانونيه، في شعبه العلوم القانونيه، في الماستر، مساهمين في هذا الندوه. وكنتمناو النجاح لهذه الندوه هذه، وكنتمناو سنه سعيده للمراه، وكنتمناو التقدم مسار تاع الحقوق ديالها ومساعده الرجل. دائما كاين رجل وراء المراه اللي باش نوصلوا للمبتغى نتاع هذه البلاد هذه تحت القياده الساميه نتاع جلاله الملك محمد السادس نصر الله. تماما جميع الاتفاقيات اللي عقدناها لا مع نقيب المحامين ولا مع الوداديه الحسنيه القضاة وجايين اتفاقيات اخرين، كلهم هذه هي الاجراء ديالهم. وهذه الاتفاقيات كلهم كيدخلوا باش يساعدوا الطالب في المجال في مواكبه الدراسه ديالو في التداريب، وكذلك بتدخل هاد الفاعلين السوسيو اقتصاديين اللي يمكن لهم يعطيو المجال التطبيقي للطالب زيادة على المجال الأكاديمي اللي كيتلقاو من عند الأساتذة.